يا زين ناصر الحربي وقت كلامه يا اخي ناصر يا زين كلامه ايش قال لك؟ والله شلون ما سوى لي على كلام انه عادي عندي ها؟ شلون ما سوى شيء؟ كلامه يكفيني ليش قال لك؟ كلامه يا ولد اسلوبه كلام اصلا ما ادري ايش يوم جاني هي يوم جاء هلا قال اصلا والله اني شفتها انا ترى رسلت الرعاة يعني قبل يومين كذا ويوم قرب ليه؟ هلا سلطان شلونك؟ انا انصدمت اول يكلم يوم جاء قلت خلاص والله لو يقول لي ايش يا رجال ما يا اخي ابو نايف ها؟ رهيب ابو نايف ابو نايف ينحط على الجرح يبرأ اي والله ابو نايف الحالي بدي اليوم عندنا فأرة الطبخ هذا لازم اربط الحبل بدي حليب حليب شاي كرا من طويل روح 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 لا هذا ما هو هذا الاول ما بي الحمايه بي ذا هذا احسن والله 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 ذا اسرع هذا هذا طيب هذا اسرع هذا وين احنا هذا هذا وشو هذه قهوه وهذه قهوه وين الهيل تحت هنا هنا وين السكر هذا السكر هذا السكر طيب وين الحليب الحليب بعد ما ادري اسال حسين الحليب وين حسين اللعبه ابي راسي كرك الحمد لله هذه قهوه بعد اي أيوة والله ابي حليب اي سلام عليك لا لا هذا الحليب وين وين طيب ها سمو لا هذا فول لا 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 هو هذا فول اصبر بالله عشان هذا طيب عشان ما يجي زي اللهب اسمع اسمع ابي هذا ابي الحليب براسي كرك مين اللي جاي عنده زي اللهب بريك بريك نفسه بريك وفاني صح زي اللهب زي اللهب ابي وين الحليب مع حسين داسه اللعبان شوفه بعزبته بالعزب موجوده بدروج عنده هنا 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 موجود يا رفيق يا حسين وين الحليب ما تدوس المنام ايش تبي ودينا شاوي من البراد ونره يا الداله صد صد وين الحليب؟ ما ادري طيب دي هذا السكر وهذا الكرك تبغى تشوف تمثال انا بخترع كرك تمثال والسكر تمثال اندرتيكر ها اي نفس اندرتيكر حركه العيون تمثال ابو فمين العظيم في قريه جد رصيدك ابي حليب والسلام على رسول الله عندي طبخ سكر عندي لا وعلى لي وصحبي ومن والاه اما بعد اي في عشاء في عشاء عندنا وين الحليب يا ابن هذا في عشاء لكن من لا يمتلك النقاط في عشاء يقسمون عليه من الرواتب في عشاء انني اتكلم معك في الموضوع سوف اسجل في الدفتر عندك واسطو على مطعمك دبل ليه وانني ايه سوف ايه اسددك اذا جارك ملهي من دين البنك صفقوله صفقوله ولذلك انت لا تمتلك ادله علي صح انني مدين انني انا انني انك تطلبني ني. ان الكاميرات تدفى تسجل وتدفى وتفحص هي. وتدقق نعم في كل من ياكلون الدجاج ويلتهمون الرز نعم والدقوس والطحينه انا ما اسجل اقول انني 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 سوف لن اسمع اجابات بعد ذلك اسمع انني سوف اخذ المطعم الاسبوع القادم وانني سوف ارفع الاسعار بدل 20 الى 80 ريال انا باي انا تقول والطول في ذا تعلم الطبخ الحين انت ليش سويت هذا؟ ها؟ ايش سويت ذي؟ هذه كيف تنكتب؟ الله يعيننا وياك ما ادري حطيت بس ما ضبطت كيف ما ادري؟ لا 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 ها؟ لا 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 تشرب لا لا ابي حليب تبي حليب؟ ابي حليب حليب ما يا ولد بريك يقول لي نبغى بصوتك الصوت ماشي يا ولد ابي حليب صدق طيب الحين حطيت ماي غالي بعدين طيب ماي غلي انا بي كرك اسمعت ان كرك يقول حليب وهيل وسكر حلو وخليه يطبخ 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 وخلاص طيب وين الحليب؟ ما ادري طيب تحطه على النار ليش؟ حط شاهي شاهي ما لقيت حليب خلاص يلا حط شاهي خله بس احط كرك اول شيء صح؟ لا لا تحط ايش تبغى بكرك؟ كرك بدون حليب؟ كرك بالشاهي بالحليب لا لا ما في حليب انا من جدك انت تبغى تعدم الدنيا انت طيب روح حلب النار كفايه بطون لا لا يا بابا كفايه بطوننا كفايه بطوننا اللي فيها مكفيه يعني تزيد زياده
يا حاتم ما عهدتك هذا يا اخا مسك اسمع يا اخا مسك اسمع اسمع اليوم وشو اليوم وشو ذكرت ساعتي اليوم 15 لا اليوم وشو كيف اليوم وشو اليوم داخلين يوم الاحد دخلنا يوم لا باقي ثلاث دقائق ندخل يوم الاحد الوعد بيني وبينك يوم الثلاث من ضدي انا ضدك اي لا الله الله انا وصقر انا ابو لبن انا ابو لبن والله دير بالغضب والله لا طبخ طبخه والله دير بالغضب ايه شفت شفت شفت, شفت غطى القدر يوم يطير تبى الصدق هو بيصير شكله بتصير تبى الصدق ايه من الان هنا والله انك بالجيب صدق انك بالمخ والله انك بالجيب ايه ال 500 نقطه ما يشيلها اللحم بيني وبينك المطبخ ال 500 نقطه شوف انا شعاري اسمع انا شعاري شعاري انا في شعاري انا ها إن لا تهمك الرائحة ولا المنظر يهمك الطعم 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 لا رائحة ولا منظر طيب ما يغلي وش بعده وش فيك يا ولد حط سكر حط سكر أبي حلي والله براسي حلي ما في شاي لا ما عليك بس 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 أنا بزين أنا بزين أنا رفلة رفلة شوف 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 سر الطبخة دايم سر الطبخة سلطان كنت تعرف هذي؟ سر الطبخة دائم هذا عشب كيف؟ أوه لا لا ما شفت سلسلة مطاعم علي؟ عيال كثير والله كثير عيال سكر سكر طيب الحين بعد سكر كثير؟ لا مو كثير والله أنا كثير حطت واحد شوي لا ما أحب السكر يا طيب اسمع يا أخي شايكم دائم مر والله أنه حلو طيب أبي الحين أبي وين الشاهي؟ ورق اللبتن الحين يجوز اكل سكر لحاله يجوز اقصد عادي لبتر وين لا دخل يجوز لا لانك سكر سكر انا عندي سكر اللبتر وين لا لا مع سكر يا ما يسهل لا لا الحمد لله ما عندي سكر قصدك سكر مرض لا اوف اقصد انت سكر يعني انا سكر قاعد تمدحني الله يسعدك شكل اول مره انت تحلمني اول مره حد يمدحني حتى ما فهمت استوعبت مره بطيء اي نعم الله يسعدك يا سلطي والله انك عسل قسما بالله اني لا احبك لا أحب لا أحبك إني أموت فيك حبيبي شرب شاهي بننا وأنا شاهي أحمر شرباني صوتي ليش متى يرجع؟ وأنا شاهي لا لا يرجع أحمر شرباني ليش تدي ليش؟ عشان ناسي كذا فترة 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 ونسمع صوت سلطان بدأ يرجع صوت السلطي صح أنا أقول لك تبي صوتك يرجع؟ علي أنا صوتي كه هذا شو اسمها؟ أنظف وجهي من السكر يا أخي الله يسعدك اللي يلمح قول ابعد الوساخة من السكر من فمك خلاص احترافية انك كيف تقول لاخوك ابعد السكر من عند امك يا اخي شكرا ايش رايك هذه وش دي حركه تنين شوف الله يسقيك يا تركي الشمري الله يسقيك الله ونعم الرجل لا لا قبلها يود اسمع انت معضل بسم الله عليك بشويش ولد تراش بعظمتني يلا يلا ما في اضافه ولد بحلا يلا شوف وش يضرب من جد يا ولد كذاب يلا ها شوف هاي يقول كذا يا ابو شوف شوف يا امي يا قلبي بسم الله عليك صوتي راح انا يا ريجي يا ليتني جنبك يلا يلا ثاني 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 والله ولا اكثر ادري عارف لا باقي حركتي انا بيصق كف كذا ثم بعد كذا اه راح لا اصبر يلا طب اسمع قبل في الاخير في الاخير الاخير كذا بعدين كذا لا كذا كذا بعد اخير كذا الله يبغى يكسر يدي اليوم لا لا مالك سلام سلام يدين انا وين الكاسات انا موت كاسات الكاسات وينها انا موت انا موت انا موت الحين اخليه الشاهي بعد ما نصلحه اصبر خليني ادخل اخليه يخدر خمسة دقائق والله يا ذا الشاهي والله انك الرفلات يا اخي لا حط ذا الثاني حط القيمه يا اخي لا تحط لبتون ما يصلح لا ما يصلح والله ما يصلح ابراهيم داوي